27 دولة. لدي سؤالان، إذا كان هناك على سبيل المثال احتمال بأن واجهت المهمة البحرية الجديدة بعض المشكلات مع الهجرة، هل ستقوم هذه البعثة بالتدخل إذا رأت بعض المراكب للمهاجرين غير شرعيين مثلا، أم أنها ستأخذ هؤلاء المهاجرين من أجل إنقاذهم؟ والشيء الثاني، هل تعتقدون أن هذا القرار لوقف صوفيا جعل المهمة ميتة؟ هل هذا نصر أم فشل للاتحاد الأوروبي؟ عملية صوفيا عملت بشكل جيد بالنسبة إلي، كانت عمليانية، واليوم عملية صوفيا ما تزال حية أخلاقيا، لكن ليس هناك سفن، فقط بعض الوسائل الجوية. وفي 20 مارس سيكون هناك مهمة بحرية جديدة، ولا نريد أن يكون هناك ازدواج في الميدان، لا نريد أن يكون هناك مهمتان، وهذا ما اتفق عليه الأطراف وأكدوا عليه. لا يمكن أن نسير عمليتين ومهمتين في نفس الوقت. تعرفون القانون الدولي يبقى قانونا دوليا، والقانون البحري يظل محترما، ولذلك لا نريد أن نعرضه للخرق، وعلينا أن ننقذ المهاجرين غير شرعيين إذا صدفناهم. هذا يبقى ضمن القانون الدولي، ونحن نحترم القانون الدولي. لا يمكن أن نقول للعاملين في المهمة البحرية إذا صدفتم مهاجرين غير شرعيين تجاهلهم أو اتركوهم، لا يمكن فعل ذلك، لأن ذلك يعد خرقا للقانون الدولي. قلتم إن السفن العسكرية ستخدم كرادارات للمراقبة الجوية، لكن ما الذي يحدث إن صادفت هذه السفن سفناً مشتبه بحملها المقاتلين أو الأسلحة؟ هل سيتم وقف هذه السفن؟ نعم، فهذه المهمة لن تكون في نزهة، بطبيعة الحال ستوقف أي سفن مشتبه بها. لدي بعض الأسئلة أود أن أستوضح منكم. هل ستكون هناك أي أصول بحرية في المياه الليبية ستقوم باتخاذ القرار فيما إذا سيتم سحب السفن أم لا؟ هل سيكون ذلك من قبل قائد العملية أم من جهات أخرى؟ ولماذا لم تبقوا المهمة الأولى صوفيا وبعد ذلك تجهزوا العملية والمهمة البحرية الثانية حتى لا يحدث هناك انقطاع؟ قلتم إنكم ستعودون إلى خطة الشرق الأوسط الشهر المقبل، وقلت في تصريح بأن هناك خطوات للإلحاق إذا حدثت في الشرق الأوسط فإنها ستكون محفوفة بالتحديات. لا أعرف كيف أقول هذا بالإنجليزية، لكن يمكنني أن كل يوم له مشاكله الخاصة وكل يوم له شؤونه، لذلك نحن لسنا في هذا الوضع مسبقا. كان هناك إنذار وتحذير، ونحن قلنا لا يمكن أن نقبل إلحاقا من منظورنا، سيكون ضد القانون الدولي. ونتحدث هنا عن إلحاق إسرائيل لتلك المناطق التي هددت بإلحاقها في الضفة الغربية. بالنسبة لسؤالك الآخر عن المهمة التي
تحل محل مهمة صوفيا، علينا أن نبحث عن اسم هذه المهمة البحرية ونطلق عليها اسما. بالنسبة للمياه الليبية، نحن وزارة للخارجية ولسنا خبراء في هذه القضايا. القائد العسكري هو الذي نصحني ونصح المجلس، هو الذي سيعمل ميدانيا وسيوضح لكل الفرق بأنه ليس هناك بديلا عن إطلاق هذه المهمة وجعلها تعمل في البحر. ليس هناك آلية لتنفيذ وإنفاذ حظر الأسلحة دون جعل هذه المهمة تنشط في البحر حتى يتم مراقبة أي تحركات. إذن